مش موهوب في الاول الصراحه، مش موهوب خالص الصراحه، بس يعني كنت بخش على الكوره كاني داخل بلعب كوره بجد، اللي هو يعني بخش على الكوره كده. اه بجد. فا اه اه فتعلمت كتير طبعا، اهلي فضلوا ورايا جامد قوي عقبال لما لعبت اللعبه دي. يعني كله نادي الجزيره بيقول عليا ان انا مش، يا جماعه ما تتعبوش نفسكم يعني. يا yeah. اه يعني مدربين كان رايهم بالظبط بصراحه كده. يعني ان هو ما بلاش يكمل، خليه في الكوره يعني. بالظبط كده. طب يعني ده اصرار بقى من الاهل طبعا. وصبر طبعا. لا هم يعني برضو في الاول ما كانوش فاكرين اللعبه كده، بس بعديها يعني لما لقوا الناس فعلا بتقول لهم لا يا جماعه وفروا مجهودكم يعني خليه يلعبها كده، او خليه، ابتدوا بقى اللي هو لا هنخليه وهنخليه طب يعني ان وعمك شاء كان الله ليه دور وكده. في الموضوع ده بانه طبعا عمي مدرب؟ علمني كل حاجه ساعتها. يعني انا ساعتها اصلا بقى السكواش كان لازم ستايل وماسكه مضرب واعمل ازاي، وطبعا غير ان انا كل حاجه بخش فيها كستايل كوره، فكان في الاول انا كنتش بتمرن خالص. يعني كنت بخش مع الملعب هو كلها عباره عن حركات، واللي هو امسك المضرب ازاي، اقف ازاي، اطعن ازاي. فهي صراحه كانت ممله في الاول يعني، اه بس بعديها يعني لما ابتديت العب هي كده. خلاص حبيتها. بالظبط وكمان ان كده. هما يغيروا لك من الكوره للسكواش، انك تغير الستايل بتاعك زي ما انت بتقول، برضو اعتقد دي اخدت وقت وصعبه اخذ شويه وقت كبير طبعا. جدا، بس هما يعني لغايه دلوقتي لما اجي مثلا العب كوره او اي حاجه، طبعا عشان الكوره غير السكواش او كده، بس انا يعني مشجع كوره درجه انت اولى يعني. يعني انت من مش حبك للكوره بقيت محترف بلاي ستيشن يعني. بالظبط كده. فيعني حاولت تلاقي ايه مخرج كده وابقى محترف في الكوره بشكل لا تاني يعني يمكن يعني. بلعب بلاي ستيشن بروفيشنال قوي يعني، ممكن بلعب برضو اونلاين وحاجات كده، ف يمكن دي برضو بتاخد وقت كبير كنت قوي من لسه هقول لك بتعمل ايه بقى مع تجهيز البطولات؟ بيطلب منك اكيد تقلل الوقت، او ممكن وقت ما بتلعبش اصلا بلاي ستيشن. دايما في خناقات اللي هو انا اخدها ولا لا مع البطولات. فدي انا بالنسبه لي اصلا لازم اخدها مع البطولات انت لكن هو مش انا، المفروض. هو مش المفروض اعمل يعني، ما حدش اه بيعمل كده. بس 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 شرط بقى، ما انا كنت بلعب كورة يا جماعة. بالظبط، اللي هو انا كنت عايز العب يعني، انا بحب اللعبه جدا وما بلعبهاش كنوع برضو اللي هو يعني كترفيه او كده، لا بلعبها بجد، اللي هو ممكن انا ابقى يعني اللي هو جيمر واستريم على اليوتيوب وكده. بس لا طبعا انا حياتي كلها كوره.